عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي بطاطي غلياتي. هلأ أنا تقريباً بديت إني أخلص المطبخ الحمد لله، شوية شغلات بسيطة لازم نظبطها وهيك بنكون جهزنا. زي ما انتم شايفين هنا جبنا الرخامة جديدة وحطينا الغاز، طبعاً بده تغيير بس مش مشكلة هلأ بالوقت الحالي، خليه لبعدين. طبعا لازم هنا كله خشب لازم ينفحل لهم زي ما انتم شايفين هاي الزوايا الربط. فللاسف قابلنا مشكله ثانيه في المطبخ، حطينا المغسله، جبنا غيرنا المغسله او حوض الجلي، حوض المواعين حوض الجلي، وجينا نحط الماسوره فانكسرت عادي في جرانتي، رجعناها بدنا نجيب واحده ثانيه او نحط القديمه في الوقت الحالي. المشكله الثانيه اللي قابلتنا طبعا انه كان لازم ندور على خزانه مناسبه عشان توسع في للحوض هذا، فمكتوب عليها الحوض مكتوب عليه لخزانات من 60 سنتي عرض وفوق، عشان هيك تاخرنا بالتركيب. حطيت اللي عندي ال 50 سنتي واجت تمام، منحتاجش تحت خزانه. تمام هلا هنا تحت صار عندي فراغ او لوكي بالالماني، فبدي احط رجال، بدي احط ارفف هنا واحط فيها الكوش الماشين تبعتي واشياء تكون يعني ظاهره، بدل ما تكون فوق تكون هنا بطريقه حلوه منظمه. والمشكله الثانيه اللي قابلتنا طبعا كنا نعمل احيانا هان اكل، انه الرخامه او هو الرخامه الارباسي بلاتي طلعت قصيره مقصوصه غلط زي ما انتو شايفين. لسه عندي هنا تقريبا 1.20 متر لازم تتكمل او متر تقريبا. فايش عملنا؟ طلبنا رخامة تانية وبس ما قصينا، ما خليناهم يقصوها في المحل، فقلنا بنقصها هان بعد ما نصفت كل الخزانات ونحطها بنقص للحوض، نعود نركبه تاني، نرفع هذا ونركبه تاني مش مشكلة. الرخامة وصلت هياتها واصلة يعني، بس بدنا نحطها تمام. تقريبا 3.36 متر اللي هان كانت 3 متر او 2.50 متر، هي 3.36 متر لازم تكون. زي ما انتم شايفين اول اشي فتحت هذه الخزانة اللي هي الباترينا ولمعتها بشوية خل حتى لو في اي بقع من المية من المسح كله يروح، صارت زي الفال. هلا بدي احط الصحون، الحمد لله ما تكسروش، صحون اللي بحبها وعزيزه علي ما تكسرت. زي ما انتم شايفين هاي 12 صحن كبير للعزومات، وهدول اللي بنستعملهم للاستعمال الشخصي 12، وهناك كمان في. هلا اول شيء بدي اعمل بدي احط الصحون هذه اللي يعني بس يكون عنده ضيوف بنزلها. هلا بساعدني انوس احمل حطها هنا الطبق الثاني. بسم الله. هلا زيحها منيح لجوا، ايوه تمام. هلا بيجي دور هدول، هلا بيجي دور هدول تحتي امحلي بالبالي. حطهم تحت تمام. هات التانيات الاستعمال الشخصي هدول كمان، بس الاولاد يجيبوا اصحابهم بكونوا كافيين لنا. هلا بحط هدول التانيات الاستعمال الشخصي فوقيهم. تمام 100%. هلا بظبطهم، لازم يكونوا عدلين طبعا. الحمد لله ما جرى لهم اشي، وهذا اهم اشي، وكمان قدر الله ما شاء فعل، مش زعلانة انا، المهم سلامة الارواح زي ما قلت لكم. هلا بدي اجيب كمان الاطباق اللي بعرف فيها للطبيخ، وهذه المغاوطه منهم فيها من اللي فوق وهدول اللي تبقوا من الطقم اللي تحت، بدي احطهم هنا جنبهم، بديش احطهم، كنت احطهم فوق هلا بدي احطهم تحت عشان الاولاد ويسهل عليهم. هلا بجيب الباقي وبرجع لكم. عندي صار عندي هنا صفتين ما جرى لهم شيء الحمد لله. هلا عندي صحون التقديم، هدول الجطات زي ما انتم شايفين بالشكل البيضاوي حلوين كتير، كانوا عندي هذا من فترة زواجي، وهذا كمان كان عندي طقم كامل متكامل منه، هذا اللي تبقى منه صراحة غالي كتير ومش حابة افرط فيه، وراح احطه جنب الصحون الباترينا اللي بالدور الثاني.
لأنه ما بستخدمها كتير، بس هي عن ذكرى فخليهم. عندي هنا عبوات السوبروير زي ما انتم شايفين، حلوة كتير وبتاخد فيه كمان. وراح احط كان عندي واحد فاضي وعندي باكيت من البرغل، فبدي افضيه جواته بياخد كيلو برغل. هنا حطيت عدس، وهنا عندي الخميرة عشان تكون جنبي. هنا بالرجال هذا كنتوا تشوفوه، كان الشاي والمرتبانات التبروير فوق، بس للأسف هلأ ما بتكفي فوق لأنه خسوا الرجال انكسر، فبدي أحط مرتبانين هنا من التبروير والباقي أخبيه جوا بالخزانات. وإيش زلمي عندي وإيش ما بديش إياه. وطبعا هدول لأنهم زي ما انتم شايفين هنا مغيطة أو مطاطة، حلقة مطاطة بتحفظ إنه الأشياء تكون فريش لأكبر مدة ممكن، يعني وحدات تخزين رائعة جدا. زي ما انتم شايفين بدي أحط العدس تاني واحد هنا فوق هدول على الرف، يكون قدامي يكون قدامي هيك. وكمان بدي أحط اللي بستعمله كتير اللي هو الخميرة جنبه. انا صراحة لساتني خايفة وبحس انه المطبخ بده يوقع تاني علي، ما بعرف هيك صار عندي شك. واللي زادوا هنا بحطهم في مكان. هاي الخزانة اللي جنب الفاترينا تقريبا بتوسع للصحون صغيرة او الشلات الصغيرة ولا تبعت الكورن فليكس وللكورن فليكس. وهنا كنت حاطة توبر وير علبات البسكوت، هلا بدي اروح اجيبهم وارجعهم واحطهم فوق وارجع لكم. قلت لكم على التبروير تبعت البسكوت، هاي الخاصة بالبسكوت. هلا ما عندي بسكوت انا، فحطيت هنا فنجين، بورجيكم فنجين القهوة اللي ما بستعملها اتكسرت تقريبا او زادت، يمكن تكسروا في العفش اللي مكسر هناك. هلا بشوف ايش القصة، بس اخلص بورجيكم ايش الخسائر. هدول زي ما انتم شايفين بنقدر نحطهم فوق بعض، الغطي تبعونهم بيقدروا بيحملوا الأشياء الثانية اللي نفس الحجم ونفس التفصيلة نفس الموديل فوق بعض. هيك بنقدر نحط كذا وعاء فوق بعضه. وهلأ بدي أرفعهم أنا فوق. أول إشي المليان اللي ما له استخدام تحت، والفوق الفاضي فوقيه لأنه احتمال أحط فيه بسكوت. تمام، هيك صرت حطاه. هلأ بحط الثاني وبرجع لك. زي ما انتم شايفين هنا رصيت علب التوبروير فوق بعض تبعت البسكوت اللي قلت لكم عليهم، وهنا تحت علب الكورن فليكس، وهون بالنص حطيت بقسماط او كان محطوط اوريدي قبل هيك بقسماط، وهنا صحون صغيره تبعت الكورن فليكس حتى الاولاد يفتحوا الخزانه مره واحده يطولوا صحن ويطولوا الكورن فليكس اللي هم بيحبوه. انا هنا ورجيتكم المره اللي فاتت مسحته، وزي ما ورجيكم حطيت صحون، حطيت صحون اللي بستعملهم مش فوق واللي بستعملهم تحت، وطبعا المفروده الصحون المفروده والصحون الغويطه اللي هي بنحط فيها الشربات والطبيخ. وهناك فوق قلت لكم الجطات العزيزه عليا. وهنا الكوبايات للاسف كلهم تبعون اللاته وكوبايات الشرب، ولا سته ما لقيتش ولا طقم ست حبات فيه، كله أقل من هيك. الطقم الوحيد اللي كان ستة هو هذا، وحتى الكاسات مات الرجل هدول تبعات العصير كانوا تقريبا تسعة، اوكي هما مش 12 تسعة، بس لقيت فيش الا خمسة، يعني تقريبا بدي اتخلص منهم هدول واجيب كله جديد. عندي في الخزانة الصالون في الفاترينة الصالون عندي بدي اطلع جديد، ما مشكلة مش مشكلة. المهم الخزانة هذه اللي هي بالزاوية بتكون شايفينها، هذه بالزاوية اللي هي الخراب فيها. زي ما قلت لكم الباب الأولاني هذا خربان لسه بده تصليح. وهنا هي جوا من هيك بديت أحط فيه الصحون، غسلته كل إشي، بس بدي أرفع اللزق هذا، هيني مش رفعه شوية شوية غرام هي أوكي، بعدين برفعه برواقة شوية خل كله بروح ما بضل إشي إشي. تمام، وهنا تقريبا خلص، بس بده انه كله العيارات انه يكون كله بنفس المستوى اشي بسيط، وهيك بكون خلصت. ولما اخلص ان شاء الله على الاخر بورجيكم ايش عملنا. تمام،
وهنا زي ما قلت لكم حطيت الفرن على الجهه هذه بدل مكان هناك في الزاويه محل الميكروويف، حطيته هان الفرن. هو كان تقريبا جنب الغاز بس انا حطيته هان واستغلت المساحه هنا. وهنا بدل ما كانت ثلاجه انا جايبه، تعرفين انتو ثلاجتي الكبيره، فبعملت رفوف اني اكمل فيها شيل المواعين والاغراض اللي بتخص المطبخ. وهذا كله تنظف زي ما انتو شايفين زي الفل، بس هذا محل التكسير لما تكسرت الاشياء اللي شايفينها ورا، هذه محل التكسير مش مشكله. ثبتناها فوق عشان ما توقع تاني بالحيطة طبعا. وهنا تنظف كله صار زي الفل وشكلها روعة، وحرام الواحد شغلات اللي زي هذا يرميها ويقول لا انا بدي مطبخ جديد صراحة. وعندي الغاز الفرن طبعا يعني نوعية ممتازة فوق 800 يورو انا جايباه، وحرام اجيب غيره. زي ما انتم شايفين نظفته كمان، كان نظيف هو بس انا نظفته بزيادة زي الفل. هذه مش وسخ، هذا طبوع يعني كنت حاطه. بنصحكم انكم ما تحطوا فولية قصدير ورق قصدير ديركت على الصاج التحت، بس هو شايفين التلمع نظيفة بس انه طبع لون تمام. هاي الفرن كمان صار جاهز ملمع ونظيف وجاهز زي الفل، شايفين خلصنا من المطبخ تقريبا التجهيزات الأولانية. وعقبال إن شاء الله اليوم هذا بدي أعبر فيه شوية أغراض من اللي هناك اللي شفتوهم بالغرفة بالفيديو الأولاني. والخزانة هذه شايفينها، هذه الخزانة هي كانت محطوطة هنا على الحيط هنا على الزاوية. إن شاء الله كل يوم رح يكمل تركيبه، يجوزي وصاحب الله يبارك بعمره يا رب ويعمل له يكمل له الباقي بإذن الله. كل شيء ورا ظهرنا، كل شيء رح يكون تحت السيطرة، وبإذن الله فيش خسائر لا مادية ولا يعني كله يهون ولا بالأرواح. المهم إحنا بخير وإن شاء الله. هذا أنا طلعت بالفيديو يا بنات عشان البنات اللي بيسألوني عن سبب اختفائي هالمدة الطويلة وليش ما طلعتش بوصفات، لأنه الوضع ما بيسمح يعني. وأنا فيها كنت أستغل الموقف وأورجيكم كيف كنت أطبخ اللي فرجيتكم إياه بالفيديو الماضي، بس أنا بقول لأ يعني أنا ما كان عندي نفسية صراحة أن أقعد أصور وأجيب. وصراحة بدي أغسل حبة بندورة، كنت أروح الجهة الثانية على الحمام عشان أغسل، ولا حتى دجاج أو لحمة كنت أجيب مية أنقل من هان هان. أوكي ممكن كان يجيب له مشاهدات بس أنا ضد النوعية هذه من الفيديوهات. المهم ما حبيت أورجيكم كيف الخسائر، حبيت أورجيكم كيف أنا قدرت أتغلب على الموقف وأحاول أرجع زي ما كنت وزي أول، أرجع المطبخ بإذن الله كل شيء تمام، كل شيء تحت السيطرة ولا شيء بيعوض سلامة الأرواح الحمد لله. قدر الله ما شاء فعل. بتمنى منكم إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وتابعوني دائما فيديوهاتي وفلوجاتي، بحبكم كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.